هل دم الاستحاضة يفطر؟ لا، لكن دم الحيض والنفاس نعم بفطر. هل تقبيل الزوجة يفطر؟ لا، إذا ما أفضل الجماع ما بفطر. هل البخور والعطر يفطر؟ لا، لأن الطيبة والبخور كان في زمن النبي ولم يرد أي نص أنه يفطر. هل بخاخ الربو يفطر؟ بعد سؤال الأطباء قالوا في أنواع رذاذ يدخل إلى الحلق، فإن كان ذلك كذلك فالبعد عنه أولى لبعض الأفطار. هل العادة السرية تفطر؟ نعم بالإجماع وتبطل، وهذا رأي الجمهور، لأن النبي فيما يرويه عن ربه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته. هل شطاف الحمام الإفرنجي يفطر؟ أرى أنه لا يفطر. هل التحاميل والإبر تفطر؟ إذا ما كانت مغذية فلا تفطر. هل معجون الأسنان يفطر إذا ما دخل الجوف؟ ما بفطر. هل الدخان للصائم يفطر؟ أكيد نعم بفطر. هل قطرات العين تفطر؟ لا. شرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر، إذا كان المؤذن يؤذن بالتوقيت الصحيح وسمع المؤذن هو عم يؤذن فإذا كان عمدا نعم. هل الحجامة تفطر؟ في قولين العنباء، قول الحنابلة يقولون أنها تفطر لقول النبي أفطر الحاجم والمحجوم، وورد أن النبي احتجم وهو محرم، وفي رواية أنه صائم. وسئل أنس هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. والحديث الذي استدل به الحنابلة أفطر الحاجم والمحجوم أوله الجمهور أنه كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم قد يدخل في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، ومنهم من قال أن الحديث منسوخ. هل القيء يفطر إذا كان عمدا؟ فنعم عند الجمهور، إذا لا فلا. هل البلغم يفطر؟ لا، الأولى أن تكبوا برا أفضل. هل الشتيمة تفطر؟ لا، ولكن تنقص الأجر. هل أحمر الشفاء للمرأة تفطر؟ والله الأولى أنه لا تحط، وإذا حطت يعني إذا حست بالطعم تمسكه لبرا. هل خروج دم من اللثة تفطر؟ لا. هذا والله أعلم. سلام عليكم.